من أجل حياة كريمة مطلبنا حد أدنى عادل وتصحيح للأجور، مكافحة الأسعار والغلاء وفلتان الأسعار وتقديمات اجتماعية شاملة. هيدي اليافطاطية اللي استقبلتنا على باب مقر الاتحاد العمالي العام صباح الثالثة، فلدى وصولنا لاحظنا أن التحضيرات ليوم 12 الشهر اكتملت، وبعد الاجتماع اللي كان مقرر للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام قطع الشك باليقين على لسان رئيس الاتحاد غسان غصن. 12 الشهر إذا ما في حل في إضراب، هذا كان قرار المجلس التنفيذي اليوم. احتكار حبة قمح، احتكار حبة دواء، احتكار نفط، احتكار حليب أطفال، احتكار غذاء الناس، هذه سياسة إفقار اعتمدت على سنوات لا بل على عقود. إذا هيدي الحكومة، حكومة كلنا للوطن كلنا للعمل، ما بنغير هذه المنهجية وهذه السياسات فلتذهب. نهب حقيقي للمواطن، والحكومة شاف الحاجة، مش ما شافش حاجة، لا شافها، عم بيشوف كتير منيح بس مطنش. طالما الناس مطنشين لا شيء بدأت تهتم. لذلك دعوتنا الناس كل اللبنانيين، 12 الشهر 12 تشرين الأول هو يوم الشعب. غصن أكد أن الحوار ما زال مفتوح كما الاحتمالات بانتظار الحل المناسب، وإلا فتحرك 12 الشهر رح يشمل كل المناطق اللبنانية وما رح يتراجع قبل تحقيق المطالب المشروعة لشعب مل من الفقر والفقر ما كان يمل منه.